والله إن أغلب مشاكل الناس وخراب البيوت وقطع الأرحام وفرق الأحبة والأصحاب هم أهل النميمة. للأسف انتشر في زمننا هذا مرض القيل والقال. اسمعوا ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. لذلك أيها الناس انتبهوا، إذا جاءكم شخص يقول فلان عنكم كذا وكذا، تثبتوا وتبينوا قبل أن تصيبوا أحبابكم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ تبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اسمعوا، جاء رجل إلى خالد بن الوليد وقال: إن فلانا شتمك. قال: هي صحيفته فليملأها بما يشاء. وجاء رجل إلى إمامنا الشافعي وقال: يا إمام، إن فلانا يذكرك بسوء. قال: إن صدقت فأنت نمام وإن كذبت فأنت فاسق. فخجل وذهب الرجل. اللهم احفظ ألسنتنا من القيل والقال. وهذا نبي الأمة يقول: لا تنقلوا لي شيئا عن أصحابي، فإني أحب أن أخرج إليكم بصدر سليم.